وفي آخر فصول التجاوز على أراضي العشائر في الأنبار، إذ أقدمت قوة أمنية على تجريف البساتين في منطقة الستشر التابعة لأبناء قبيلة جميلة. نعم، مقاطع فيديوية أظهرت مشادة كلامية بين الجميلات والقوات الأمنية المصحوبة بجرافات، فيما أكد مواطنون أن القوات أقدمت على رفع السلاح لإجبارهم على ترك أراضيهم في منطقة الستشر قبل تدخل الشيوخ والوجهاء لمنع التصعيد. هذا تصوير موجود، ما حد يتجاوز، ما حد يتجاوز، خالي ما حد يتجاوز، هذا تصوير موجود ما حد يتجاوز. زين، يقف الاليات، تقف. وقف الاليات، خلينا نسولف. اي وقف الاليات وخلينا نسولف. ارجع. دا اقول لك تصوير عندي، هاي ساحب السلاح الصبح، من جينا ساحب السلاح علينا الصبح الجندي. الف رحمة على والدي. واما من جانبهم، فقد ناشد شباب قبيلة جميلة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني بالتدخل لوقف مسلسل التجاوز على الاراضي في الانبار، فضلا عن حماية اراضيهم من التجريف والمصادرة من قبل شخصيات متنفذة سياسيا وامنيا، كاشفين عن تلقيهم تهديدات بالسلاح والاعتقال، إلى جانب منعهم من تسويق محاصيلهم الزراعية على الرغم من امتلاكهم السندات القانونية. موالة منطقة التخيل، عندنا عقود 117 هذه مفعول، وشوفناها لمدير البلدية وده ينطي خطة عليها، ولحد الآن نطلب الدولة صكوك مال استلام تسويق الحنطة. وبصمنا مدير الزراعه، بصمنا على انه السنه لازم خطه حتميه لازم نسددها احنا بذمتنا، بصمنا عليها ورحنا بصمنا على مود او الكيماوي وما انطلنا الكيماوي، يقول لك هاي مشكلتك انت ازرع، صور ولا هذا الزرع، صور هاي الزرع الموسم الماضي، صور صور ودخلت علينا البلديه، دخلت علينا البلديه وانسحب علينا سلاح من قبل الفوج السادس، يجي هسه انا أو البلديه يقول لك لا بالله انا اللي قاعد اخذها واخذها بامر دوله، ويجيب علينا 12 دوريه ويريد يشيل شباب المنطقه كلها. فهذا احنا نناشد به رئيس الوزراء الجديد الذي نتوسم به خيرا، الناشد كل شريف الحكومه، الناشد الاسلام كله بحق الانسانيه، بحق الدين، السيد محافظ ابو زيدون، السيد قائم مقام الفلوجه، الساده الشرفاء، بان يحلون هاي المشكله ابا عن قدر.